السلام عليكم شباب، ايش حالكم؟ طبعا اليوم راح افرجيكم كيف تركبون مود الشادر على ماينكرافت الاي او اس. طبعا خليكم معايا بالشرح. طبعا انتم راح تكونون بماينكرافت الاصليه، تطلعون من التطبيق، تحملون برنامج اسمه بيلدر فور ماينكرافت. طبعا لما تنزلوه تدخلونه راح هيك تكون واجهته، تضغطون على الشكل المربع حتشوفوا الشادر، حتختارون واحد من هذول. طبعا انا اخترت هذا، تضغطون انستول، بعد ما ينزل تروحون كوبي تو ماينكرافت، تدخلون ماينكرافت، تروحون سيتنج، راح يعطيكم اشعار امبورت انستول، تروحون على فيديو جلوبال ريسورس، تروحون ماي باك حيكون مثل هذا الشكل فور اندرويد اند اي او اس، تضغطون تعملون اكتيفيت. طبعا وهيك يشتغل معك مود الشادر، في مودات شادر كتير برضو بالبرنامج. وبس مع السلامة، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب.